وينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأوكرانية كييف نيكولا باستن الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية سيد نيكولا، كان ضيفي يتحدث منذ قليل عن ربما يعني وجود بعض التباين في الآراء في الموقف الأوروبي الغربي الداعم لكييف في مواجهة روسيا وفقا لتطورات الأحداث، هل هذا فعلا واقعي أم أن ما يدور على الأرض يقول أنه أوروبا ما زالت في ظهر أوكرانيا إلى ما لا نهاية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، الدول الأوروبية مختلفة وهي كثيرة، كلها لها وجهة نظر خاصة، يمكن القول أن كلها تقريبا مع استثناء بعض الاستثناءات مثل المجر طبعا، كلها تدعم أوكرانيا وتؤيد أوكرانيا في صراعها، لكن توجد هناك بعض الدول التي تقوم بذلك بجهد وبشدة، مثلا دول البلطيق وبولندا وبريطانيا، وتوجد هناك بعض الدول التي أحيانا تتردد، ولكن على اعتقال كل الدول الأوروبية الكبرى تقدم المساعدات لأوكرانيا، وهذا يعني أن توجد هناك وحدة. طيب سيد نيكولا، بالعودة إلى طبيعة العمليات العسكرية الآن التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، هناك من يعتقد أو يرى أنه روسيا تحاول التركيز على ضرب أهداف محددة في البنية التحتية تحديدا، ربما لجر كييف إلى المفاوضات، يعني الهدف النهائي من العملية العسكرية هو أن تأتي كييف إلى مفاوضات، هل هذا وارد؟ يعني هل تعتقد أن هذا السيناريو فعلا هو ما يدور في موسكو؟ أعتقد نعم، يبدو أن هذا صحيح، لأن أولا كانت روسيا تخطط لتحقيق أهدافها بطريقة عسكرية، يعني تغلب على الجيش الأوكراني، ولكنها لم تتمكن بذلك، ونحن نرى الآن جيدا أن الجيش الأوكراني يتقدم والجيش الروسي يتراجع شيئا فشيئا، وبالتالي تواجه روسيا مشاكل كثيرة اجتماعية واقتصادية وغيرها، كعقوبات وبطالة وصعوبات في صناعة، وأيضا بطبيعة الحال سيد نيكولا تعاني أوكرانيا هذه المشكلات بشكل أو بآخر. ومن هنا السؤال، يعني ما هي إذن الشروط، الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به كييف للذهاب للمفاوضات، علما بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال أن هناك شروط محددة لا يمكن التراجع عنها إن كانت هناك نية للتفاوض؟ نعم، أعتقد أن توجد هناك وحدة كبيرة ضمن المجتمع الأوكراني أنه يمكن إنهاء هذه الحرب بعد تحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا، وبالتالي الشرط لا محالة هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي المحتلة، وبعد ذلك يمكن بعد المفاوضات. والآن نحن نعرف ونشعر جيدا جدا بأن المهلة التوقف سيكون لصالح روسيا، هي الآن استنزفت وفقدت كثيرا، تكبدت خسائر بشرية ومادية أيضا، نحن نرى جيدا أنها الآن تحاول شراء الأسلحة من الدول مثل إيران وكوريا الشمالية، روسيا العظمى التي كانت تصدر الأسلحة وتزود بالأسلحة كل العالم. طيب العالم الآن أخيرا نعم. سيد نيكولا اسمح لي، لأنه سؤال مهم وأنت على الأرض في كييف، ما هي البدائل المتاحة الآن بالنسبة لأوكرانيا لسد احتياجاتها من مصادر الطاقة إذا ما استمرت موسكو في ضرب محطات الطاقة وتأثير ذلك طبعا المحطات المياه وما إلى ذلك؟ في دقيقة إذا سمحت تلخص لنا البدائل. البدائل الآن الوضع صعب جدا، مثلا في بيتي لا يوجد الكهرباء ولا يوجد إنترنت واتصال إشارة الهاتف المحمول
صعب جدا. وكل كثير جدا من الأوكران يعانون من هذه المشاكل الآن. البديل هناك يتم نشر مولدات الكهرباء الصغيرة، وتوجد هناك أيضا يعني استعدادات لبدء استيراد الطاقة من أوروبا. هذا أمر ليس سهلا ولكن هذا ممكن. وكثير من الناس الآن ينتقلون إلى القرى حيث يمكن تدفئة البيوت بالخشب الحطب. يعني يمكن توفير الطاقة، استخدام البطاريات ونحو ذلك. هذا صعب، صعب جدا جدا، وهذه الظروف وحشية ليست. نعم شكرا جزيلا، أشكرك وعذرا لضيق الوقت وعذرا المقاطعة من كييف، نيكولا باستن الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.